بس احنا نقول احنا ما احنا ما بدنا نرجع لاسباب التعثر. اسباب التعثر اللي هي ايواء الاخوان السوريين والعراقيين وال 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 بلدنا الاردن صارت طبعا. واحنا يعني بلا مؤاخذه يعني واحنا كمان اهل لهالحكي، بس لكن صارت كمان يعني مأوى لكل اخواننا العرب اللي نعم، عندهم مشاكل. أخوي يعني زهير المحيسن بحكي إنه كل اللي بنتحدث فيه موجود في قانون التنفيذ ولكن غير مطبق. نعم أخوي زهير، ما إحنا يعني بجوز حتى من أساسيات قضيتنا اللي مش راضية تنحل منها، إنه لو يطبق القانون بروح القانون، يعني لو القضاة تطبق روح القانون إحنا ما في قضية أصلاً، يا منتهي. سيد يا سيد يا سيد يا دكتور، خليني أكمل بس هل كمل أكمل نقطة مشان ما كمل أنساهم، وخليني أكمل. تفضل. هسا نيجي نرجع للربع القانوني. الربع القانوني حكينا، اللي معه الربع القانوني ما بتأثر، نعم ما بتأثر بالمرة. اللي معه الربع القانوني ما بتأثر. الربع القانوني هو الحجر العثرة، هو حجر العثرة أمام سداد الدين. ليش؟ نعم لأنه بيقدر الواحد مثلا عليه مثلا قضية ب10، قضية ب20,000، قضية ب15,000، يلتزم لها مثلا ب200، هذا ب300، هذا ب150. أنا بحكي عن التجار، نعم وقيسه أنت على الديون الصغيرة، بيقدر يلتزم لهذا ولهذا ولهذا، لكن لا يملك الربع القانوني. طبعا هون بدنا نيجي للمدين، للدائن. ممكن يقول والله بكره هذا الزلمة إذا لغيت الربع القانوني، بكره هذا الزلمة بيقول لي أنا بقدر على 10 دنانير أو 20 دينار مثلا، على 10,000 غير منطق 20 دينار لا، ما احنا بالشهر مثلا. حكينا يكون من يا خلال سيدي خليني المحاسب، اكمل، معلش اثبات خليني اكمل دخل، معلش. اثبات بيقدر الدخل. الدائن، بيقدر الدائن له حق بالقانون، يعملوا له حق بالقانون بتتبع المدين شغل المدين، صدق، نعم بتتبع شغل المدين واثبات انه المدين بيقدر يدفع اكثر من القسط اللي هو عارضه. صدق، وكمان اذا كمان اقر له المحكمه، قاضي التنفيذ اقر 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 بالقسط، يحق للدائن بعد سنة انه يتبع مثلا، بعد سنة مثلا اخذ كل شهر 50-50 اول سنة، مساء الخير اخوي بعد يونس، سنة هلا. بعد سنة يتبع امور المدين. اذا المدين تطور شغله كمان يرفع القسط. يعني المدين مسخر له يكون، بس مش يحبسه، نعم مش يحبسه. المدين يكون ملك له، ملك له بس مش يحبسه، يشغله يعني يخليه يشتغل، مش يشغله عنده، لا يخليه يشتغل هلا اخوي ابو طارق. حبيت برضو. والله تكون كمان معي على البث ابو طارق في وتشاركنا كمان احنا نقطة بعد البث. إذنك يا دكتور، في تفضل كمان تفضل نقطة تفضل. أنا بدي أسألك وأسأل الموجودين عندك على البث، وأسأل وزير العدل، وأسأل هالقانونيين، وأسأل تفضل. هالناس هالمجتمع، هل إنه بتعتقدوا اللي معه قيمة مديونيته بيقبل على حاله الحبس يوم؟ أكيد لا. وانت بتعرف المدينين، كل المدينين، انا اجزم انه كل المدينين اللي بالمملكه من شاكلتك وشاكل يعني كلهم شراك زي ما بنحكي، ولا كلهم تخوف يعني ولا تخوف. اولاد ناس واولاد عالم، وكلهم سخمين ومحترمين، ولا لهم على السجون ولا لهم على 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 على, على النظارات ولا لهم على المخافر. نعم. بيقبل على حاله ينحبس يوم واحد مقابل مديونيته هو بملكها؟ لا طبعا، ولو لا. بملك ربحه والله ما بده تمام، يضحك. هسا انت بس تلجأ للحبس يا قانون التنفيذ. يعني انا بقترح انه عند اللجوء للحبس ان لا يزيد الحبس عن 3 شهور مساء بالسنه، الخير اخوي سمر، اخت سمر، تفضل. على ان لا يزيد الحبس عن 3 شهور بالسنه مهما تعددت الديون وتعدد الدائنين. هاي بتكون بالونة، معلش بعد اذنك، هاي بتكون بالونة اختبار للمماطلين. يعني هسه واحد تاجر عليه مثلا 200 300 ألف، 50 ألف، 60 ألف، وهو معه المصاري، إذا حبس أسبوع علي الجيرة غير يروح يدفعهن ويظل طالع. أما اللي ما معه يكون السجن مصيره؟ مش هذا حرام الحكي؟ ما هو هنا بنقول احنا تعديل قانون اللي ما معه، التنفيذ. اللي لا حول له ولا قوة، كان فاتح مصالح ومحلات تجارية ومشغل 15 16 17 واحد عنده و17 بيت فاتح، وتأثر بسبب الظروف الاقتصادية، مش حرام يكون السجن مصيره؟ احنا أكيد بنطالب ما يكون السجن مصير المتعثر، يكون رادع للمتعثر، رادع صدق صدق. وليس مصير. ما هو يعني كيف رادع؟ يعني انت هسه بس تكون عليك مثلا
7 قضايا، 10 قضايا تنفيذيات، 10 قضايا مالية. أنا بقول لك بدي أحبسك 3 شهور بالسنة، وبعد 3 شهور أطلعك تشتغل وتعيل أولادك وتشوف أسرتك وتسد جزء من دينك. أنت ما بتقبل، إذا كان معك قيمة مديونيتك ما بتقبل حالك تنحبس 3 شهور ولا الشهر ولا ولا الأسبوع يوم ولا يوم ولا ولا يوم. يوم. نعم لكن اللي لا حول له ولا قوة بنحبس 3 شهور، بيطلع من السجن، بروح بيشتغل، بسد جزء من دينه، بيعيل رجعنا اولاده، بحافظ على اسرته من الضياع، من التشرد، من البلاوي اللي بنشوفها بالشوارع. رجعنا وين؟ تعديل قانون التنفيذ. يا رجل انا بقول لك هو تعديل قانون التنفيذ، تعديل قانون التنفيذ بحيث انه الحبس السجن اخر مرحلة، اخر مرحلة السجن، اخر مرحلة، اخر مرحلة. عندك حجز على بيته، حجز على اساس بيته، حجز على كل ممتلكاته، يعني منع سفره. زي ما تفضل اخونا طارق ابو الراغب، انه في عندك بدائل كثيرة، في الحجز، بدائل منع كثير، السفر، في بدائل كثير يا سيدي، اعدام في مدني. بدائل كثير. بعدين احنا هون بدنا ننوه، احنا لا نعني المحتالين، لا نعني اكيد المحتالين ولا اكيد احنا كل النصابين. مطالبتنا الاحتيال قانون قائم بذاته، الاحتيال. اذا انت او اي شخص راح اوهم واحد بمشروع او ما او كذا، في ايهام وفي كذا وفي كذا، هذا الحكي بعيد عن اللي في تاجر قانون، فاتح في مصلحة، قانون يحكمهم، في قانون تاجر فاتح يحكمهم. مصلحة تعامل معك لمدة 10 سنين ولا 5 سنين وصرف لك شيكات بقيمة كذا أبو مبلغ رائد، وقدره وبعدين اتعثر، أبو رائد، او شخص راح اسس بيته وبطلوه من الشغل لانه اشتغل واحد وافد بداله، او اشتغل مثلا انه ما صار طردوه من هالشغل، ما صار نصيب يشتغل، اتعثر. بنحكي عن واحد اخذ مصاري مشان يدرس ابنه، وحده اخذت مصاري عشان تدرس بنتها. يعني هذا الحكي اللي بنحكيه، ما بنحكي لا عن نصاب ولا عن محتال. نعم، بس ما هو كمان يا اخوي، يعني هي في، يعني اخونا فراج بيقول لك يعني 3 شهور سجن، بده 3 شهور بعدين علاج نفسي. ليش؟ لانه كمان السجن عندنا كمان احنا يا سيدي مجهد يا سيدي، برضو كمان احنا ما نكون كمان مخمليين بالمطلب، يعني ما تكون يا اخوي. مظلوم، يعني احنا مطلبنا ما الان تكون ابو محمد، مخمليين ابو بالمطلب، رائد، ابو انه رائد. يعني برضو كمان في، ما هو انت بدك تحسب حساب، في 5% من المتاثرين او 3%، انا بجزم أو حتى اقل من هيك، مماطلين. هذا الحكي بالونة اختبار. المماطل اللي معه مصاري واللي بجيبته مصاري قيمة مديونيته لا يمكن يقبل على حال الحبس يوم. فأنا بخلي الحبس بالسنة 3 شهور مهما تعددت الديون وتعددوا الدائنين. احنا هيك بتكون بالونة اختبار. طيب اخوي فهمت ابو عليك؟ رائد، طيب اخوي ابو رائد، احنا الان مطلبنا واضح، يعني مطلبنا يكون في 2 سنين مهلة مع تسويات طبعا من طبعا دون ربع طبعا القانون لحين سنتين تعديل مهلة، قانون بتعرف سنتين التنفيذ مهلة هاي، لحين. ما احنا سنتين مهلة هاي انت كمان الان مشان الجائحة، لأنه أي واحد هسه بده يقصد باب الله ويشتغل حتى في الجائحة من حظر انت الان اخذتنا لمسار. لا شو، ما بتعرف شو بده يصير. لسه 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 كمان في عندك متعثرين جدد، لسه لسه نعم دكتور دكتور في عندك، يعني دكتور في كمان في معالي وزير العمل كمان لازم هذا يساهم، اخوي محمد كمان الغول، يسعد مساك. لازم وزير معالي وزير العمل السيد نعم قطامين، هي يعني هذا شخص قامة وطنية ومفكر اقتصادي، برضو كمان لازم يساهم بتقليل المتعثرين، يعني بتقليل المتعثرين وتقليل التعثر وخصوصا عند الطبقات العادية. يعني بلا مؤاخذة، يعني يكون في حملات مثلا على مصانع، على هالمصانع الوافدين، خلينا نقول المستثمرين اللي من برا، مصانع مثلا رب البندورة، مصانع اخوي المطاعم، الكافيهات، ابو الكذا. رائد، احنا عفوا عفوا، لا خليك معي، يفوت يكون في حملات. تعالي يا عمي، انت حياك الله وعلى راسنا واستثمرت عندنا، بس اكم ابن بلد مشغل عندك انت، اكم ابن بلد مشغل عندك. احنا بدنا نشغل اولادنا، احنا ما شو احنا هالضريبه اللي بناخذها منك يا عمي، مش مطمعنا، مطمعنا انك تقيم البطاله من البلد. شغل. نعم، ما احنا قلنا ملف المتعثرين شائك، بنطوي تحتيه ملف وزارة الزراعة، ملف وزارة العمل، وملف برضو بالنسبة وزارة للزراعة، برضو نرجع لموضوع السجن.
كمان انت بس تحبس على كومبياله، كل كومبياله 90 90 90 90، جعلت مصيره السجن. يا رجل احنا نتطرق كمان خلينا نقول للتبعين الاتواث والبلطجيه وتبعين السلب وما سلب وكذا، بفوت على المحكمه بكون عليه قضيه سلب وقضيه ايذاء وقضيه سرقة هتك ونصب وسرقه واحتيال ونصب واحتيال، بكون اكبر حكم اكبر حكم باي قضيه مثلا 5 سنين، بوكل ال5 سنين والباقيات بروحن عنه. طب نعم. هذا كيف هذا يعني هذا انت يعني هذا كيف انت بتدمج للمجرم وما بتدمج للمتعثر الغلبان المسخن؟ يعني نعم. مفروض تعديل قانون